call me a god. مرحبا بكم في فيديو جديد مع في قناتكم في يوم جديد. قناة نوبة جيمر. اليوم شوي عذروني اذا كان الصوت متغير. متمرض شوي. نحاول نخلص الستوري كامل ونوصل للكينج بن. ما باقي لنا كثير نوصل للكينج بن او ملك القراصنة. خلاص بقيت لنا كم 3000 تقريبا 3200. نوصل لملك القراصنة ومن ثم نبدأ على السيطرة على الجزر. بتكون عندنا هذا يعني البداية بتكون من هنا من الجزيرة الاولى. هنا بيبدأ عاد اللعب يكون بي في بي بلاير فيرسس بلاير. ما اتوقع هي نفسها هذه. بس الثانيات الحين بنحاول نوصل عن طريق ان نوصل اجزاء او نوصل الطلبيات. طلبيات انيتا وطلبيات هوما. بس قبل ان نوصل بحاول اني افرغ المخزون اللي عندي. نروح بالفاست ترافل. ما بنبحر يعني بالسفينة. ونفرغ المخزون اللي عندنا. هذا اتوقع نوصله للرحمة. بنرجع للستوري ميشنز اول وبعدين لما اذا ستوري ميشن يقول لك متوقف بنروح للاشياء الثانية. الحاجات اللي نبيعها الحاجات اللي ما نستفيد منها هي الحاجات اللي راح ابيعها كلها. تكلمنا عن في فيديو او هذا الفيديو راح اخصصه او راح اسميه بانه يكون اللي نشرح فيه الاشياء اللي تبيعها ونتكلم عن الاشياء اللي نبيعها والاشياء اللي نحافظ عليها. باختصار تشوف هنا نهاية الجملة اذا كان مكتوب تنتجها ريمبا لتصديرها للخارج او للمتاجرة بها فهذه حاجات للبيع. شوف مثل هذه حاجات للبيع للمتاجرة بها. بس طبعا يمكن يعني هذا لا اخليهن النبيذ والشراب القوي والجن وكلهن اخليهن حال المهام بعض المهام الجانبية دقيق للمتاجرة بها كلها تخليها. مثلا هذا ننقلها للمستودع. كأني اوكي هذا للمتاجرة. هذا لصنع البارود. صنع ننقل للمستودع. إذا نكمل الطريق نشوف هذا الأفيون الأزرق اللي نصبر لعبه الشراب القوي أتوقع. متاجرة المتاجرة بنشوف بنشوف عمليات المتاجرة. مقر القيادة أوراق تابو مشروب الكمكم البيضاء. طيب طبعا هذه خرائط للكنوز نقدر ان نفتحهن لما نبحر. وهذا المواد اللي تصنع بها المدفعيات او القنابل المدفعية. انا 35 اظن هذا لازم نسوي اصلاح لها الخانتين هذا. فنشوف الأشياء القابلة للبيع وبعدين بنبدأ نسافر كل مرة جزيرة ونشوف. كانت أنا المفروض يكون عندي ورقة وقلم أسجل فيها الجزر والأشياء اللي تطلبها بأسعار أعلى عشان نعرفها ويكون عندنا مرجع للمرات القادمة. بس نشوف هذا كلها مواد هذا التصدير البارود. اتوقع هذا اللي نبيعها ما منها فايدة. المتاجرة
شراب القراصنة، يستخدمون المتاجرة، كلها من المتاجرة. شراب القمقمة البيضاء، هذا أنتجناه يعني عشان المهام. أفيون لوتس الأزرق، نفس الشيء هذا للمتاجرة. الصوا المدفعيات، الحين احنا مستخدمين المدفعيات للمناسبة، لذلك ببيع كل هذه ما محتاج لها، بس مسوية زحمة، بس ما اتوقع في مكان انك تبيعها. الحين كم حاجة محددت؟ ناخذ الشحنة، اوكي الحين عندنا 50، بشوف ببيعهن هنا. بالنسبة للفلوس خلاص يعني عندنا مبالغ وكميات كبيرة، نقدر يعني في أي وقت يكون عندنا كميات كبيرة، فبروح أبيع. نشوف هنا الباعة، الأسلحة ببيعها، ببيع الأسلحة كلها، ببيع الدروع كلها. تقريبا لدي رحمة ولقيتها. المشكلة هنا يشتري كل شيء بسعر أرخص، لكن هنا نشوف مثلا البارود يشتريه بسعر أغلى، وهو للمتاجرة فقط، فنبيعه. الأسلحة راح أرميها دام يشتريها بسعر مناسب. هذه الحاجات بنروح واحنا نتنقل نشوف بكم نقدر نبيعها، و نشوف نشوف نروح جهة ثانية أو جزيرة ثانية، نشوف إذا نقدر نبيع بأسعار أفضل. قلنا الحاجات، أريد وصلنا للخمسين، فنسوي انتقال سريع ونشوف وين نقدر ننتقل. نقدر ننتقل هنا، نبدأ من فوق، نبدأ من هنا وإحنا ماشيين بهذا الاتجاه، ونخلص هذا المدن أو الجزر. نبدأ من الأدغال ونشوف إذا نقدر نبيع هنا. طبعا المهربين اظن انهم دائما يشتروا باسعار رخيصة، ما اتوقع انه بيشتري اي حاجة بسعر غالي. انا اريد اتخلص من الاسلحة الصراحة، ومن بدأت اللعبة ما شفت مكان يشتري الاسلحة بسعر اغلى، فاتخلص من الاسلحة ونشوف. هذه ولا حد ولا شيء يعني يشتري بسعر اغلى، فنخلي كل شيء. نروح نشوف كم عندنا فلوس، 60,000 تقريبا. نروح نشوف البائع الثاني في بعض الجزر الكبيرة، يكون فيها بائعين، أتوقع هذه واحدة منهن. يمكن يكون هناك أو في هذا الاتجاه. نقرب أول شيء هذا الاتجاه وبعدين نروح الاتجاه الثاني. هو المفروض انك تشوف نار، فلما تشوف النار او الدخان هذا اللي امامنا نكون قريب منها. يكون قريب من هالتاقة الثانية المفروض يعني. نشوف نقرب، ما حد، ما في طريقة. طيب انسى اللي قلت قبل شوية، نلتقط الملاحظة ونقراها. إذا كنت قد جئت هنا بحثا عن الكنوز فألقي مراساتك، لأن سري سيجعلك فاحش الثرى. قد لا يجد بعض الناس شيئا هنا سوى مدينة مغمورة بالمياه، لكن إذا كنت على دراية بالرذاذ الضبابي مثلي فستدرك أن مياه لوكهوم نقية بقدر بحيرة وهنا. لكن اللي أريد أن تشعر بالإحباط لا يزال بصعك صنع الشراب. صنع شراب، بس ما أشوف أنه مثلا أعطانا
نولج مثلا او حاجه، واكتشفنا ان نقدر نصنع شراب مثلا، وهذا الشراب يكون اغلى. هذا الدخان الثاني، هل هذا كان دخان مقصود؟ ممكن نشوف المهرب عبر البحر ونشوف وش الحاجات اللي لا هذا التريدز. هذا التريدز نقدر نشتري منه لما نروح للجهة ذيك من البحر. طبعا هنا بيكون خيال. نشتريهن كلهن، عندنا فلوس ونروح نسافر. اسرع 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 اسرع. ما اريد اخسر وقت. اعرف انكم تشوفوا بعض الاحيان تكون الفيديوهات مملة وطويلة، خصوصا اني انا ما اسوي لها ايديت، فما اريد اخسر وقت في المينيوز. افضل ان الوقت معظم يكون سواء. ليش ما اقدر اخذها؟ هذا وسط بحر مقر قيادة السفنة الخشخاش البيع. ما اعرف ليش ما اقدر ابداها. anyway نفضل يكون في بائع ثاني. هذا ممكن اكلمه ممكن؟ ممكن عشان اخذت كمية كبيرة من ال... ننتقل بانتقال سريع ونروح للجزيرة الثانية اللي هي هنا، نشوف وش نقدر نبيع هنا. طبعا بخسر مبالغ كبيرة في السفر او الفاست ترافل، بس يعني عندنا مبالغ كبيرة. وكما قلت انه خلاص يعني صار بعد هذا الجلتش اللي نزلنا الفيديو عنه امس، اذا كنت ما شايف انه روح شوف الفيديو اللي هو للانليمتد ماني. طبعا ما نريد نشتري شيء، نبيع ونبيع. شوف هذا شراب الفانيلا وشراب شعير واحدة مضاعفة واحدة بس. شوف إذا كنت تريد تاجر، إذا عندك فكرة عن ألعابهم، عندهم مثلا لعبة آنو، فالفكرة وما فيها إنك اللي أسهمهن خضر الأخضر للأسفل تشتريهن، واللي في البيع اللي الأسهم الخضراء تبيعهن. نروح هنا ما قربنا ملكية خموي. كوب هذي كان، بس بعد ما وصلنا للليفل اللي يسمح لنا ان نهاجمهم. بمشي اتخلص عن كل حاجة من كل حاجة البيع كذا. يعني في كان سؤال كيف ترتب الستورج، بهالطريقة ترتب الستورج انك تبيع كل حاجة للمتاجرة. بعد في فكرة ثانية، شراب قوي يطلبوه في بعض المشم، بس نخلص منه الحين. في حاجة ثانية تقدر تسويها، أنا أسويها في لعبة آنو كذلك، اللي هي إذا لما تروح لإدارة الشحنة تشوف هنا الحاجات اللي عندي منها كثير، مثلا هذه ما أستخدمها كثير لذلك أقدر أبيعها. هذه مثلا ابيع بقي 100 مثلا يعني، وهكذا. مثلا هذه قريبه عادي، هذا استخدمها هنا، اعرف نفسي اني استخدمها. ليش ما بعت الدروع؟ وهذه راح ارجع للنجار في سانت اين وببيعها. افضل هالشيء. نشوف نقرب. ما اتوقع هذا راح يشتري اي حاجه من عندي. ايوه Come back when you have food for us, eh? ما عندي فود لك، لكن برجع لك إذا تطلب الأمر. هنا جزيرة هاريماو، والأسماء كأنها أسماء لجزر، هي نعم في شرق آسيا لكن كأنها يابان، يعني أقصى الشرق. That's straight, Captain. طيب نواصل. يبيع يشتري الكاكاو، يشتري جوز. طيب
تقدر تبحث عن سهمين، بس انا ما ببحث عن سهمين، ببيع لان ما اريد اطول يعني كثير. نروح ل مكان اخر، نشوف هنا، نمشي بلوك باي بلوك. نروح هذا البلوك اول كامل، او هذا العمود اقصى الشرق كامل، وبعدين نروح للعمود الاخر. هذا صراحة نتأمل منه انه بيشتري بأسعار حلوة، شكله لبسته كذا، واحد عنده فلوس ويشتري مرقام ليفل 2 بيع، ما يريد الا نبيذ. الله، نبيع نبيذ. شخص ثاني انتقل ب 500 والبيع ب 500، ما كأنه يعني سوينا شيء، ما ربحنا حاجة، لكن عادي. نروح لهنا وبنشتري كل الشراب القوي اللي عندهم، او اللوحات الفنية نفس الفيديو الجليتش. اذا كنت ما شفت فيديو الجليتش فالفكرة وما فيها انك تقيد هذا صح؟ هذي ولا؟ لا هذي، فبعد ما هذا بشرحها بعد شوية. كابتن، ما عنده حاجة هنا ولا عنده حاجة، ايش كلهم البيع. شوفهم بديوا يصيروا مطفرين وما يرضوا يبايعوني. نشوف دخان اخر، ماشي نرجع. انتقال سريع لهذا الجزيرة اللي فيها جزيرة الجليتش، معسكر باتشمان، معسكر الهولنديين، ونشوف وش مارق سفينة المحطمة. نشوف إذا يشتري من الأسلحة أو الدروع أو شيء من هذا القبيل. ما أتوقع طبعا، لا والله يشتري، يشتري هذا ويشتري هذا الكافور. سبعمية كان ولا 1400، ما أتذكر. نروح من هنا ناخذ بعض من التوربيدات. هذا يعطيني من الشمس. It's a drowsy day. No plug, Captain. ما أقدر أفتحها، يمكن لأني أخذت العدد الأكبر من المهام، بحيث إني ما أشتري في نفس الوقت كميات كبيرة. بغض النظر، أنت الفضة بتستخدمها لحد ما توصل ليفل القراصنة، بعد هذا ما راح تستخدمها كثير. نشوف تاجر المارق هذا اللي هو من هنا الجلتش، لما تجي مع هذا تشتري منه. اذا كنت ما شفت فيديو الجلتش، تجي عند هذا وتشتري هال ما نبيت شيء، شرب شرب قوي هو اللي اسمه، اللي هو الجيم، وتشتري اللوحات الفنيه هذه، تشتري اللوحات بأكملها وتطلع وتروح لجزيره ثانيه تبيع فيها. شوف لو تسوي انتقال سريع الجزيرة الثانية، هي الجزيرة الموجودة في هذا المكان، هذه الجزيرة كامان جروف، تبيع هنا وراح تربح يعني كثير. الحين نرجع إلى نرجع هنا وبعدين فوق خليج الأسطول، أو أحسن فوق وبعدين نرجع لخليج الأسطول. وإحنا نقترب من وسط الماب ونحاول نخلص كل المواد اللي عندنا، بعدين بندخل لسانت إيل ونشوف إذا نقدر نبيع دروع السفن. تاج الرينبا، نشوف وش تشتري من عندنا. وعليكم السلام ورحمة الله يا تاجرة. تشتريهم بأسعار عادية. بكم أنا أخذت هذه؟ نفس القيمة تقريبا. ريماكاسي، هذا كان مقايل ريماكاسي، ايش يعني هذه الكلمة؟ نروح هنا بعدين هنا بعدين هنا، واحنا رادين
ساند إن.